أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة تتابعون فيها. مجلس نينوى يكشف عن معلومات جديدة عن تفجير الجيارة الذي راح ضحيته 23 شخصا بين قتيل وجريح. ونقلا عن سكاي نيوز، العثور على أجزاء من جثة خاشقجي بمنزل القنصل السعودي في تركيا. الرئيس برزاني يبحث مع وفد المجلس المدني لتحرير عفرين تهديدات تغيير الأوضاع الديمغرافية في المدينة. وخبير سياسي يكشف عن مساعي برلمانية لعزل الحلبوسي وإفشال حكومة عبد المهدي. أربيل تستضيف ملتقى لتطوير العلاقات التجارية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف مجلس محافظة نينوى عن معلومات جديدة عن تفجير السيارة المفخخة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل. وقال عضو المجلس أطحاوي لصعيب أن سبب التفجير هو وجود خلايا لداعش في بعض مناطق نينوى، منوها أنه لولا اعتقال القوات الأمنية للعشرات من أفراد التنظيم لشهدت المحافظات تفجيرات يومية. هذا وبين أن السيارة المفخخة جاءت من المناطق الصحراوية والتي يتواجد فيها عناصر داعش بشكل شبه علني، وشدد الصعيب على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباراتي بشكل أكبر للقضاء على جميع الخلايا الإرهابية والتي تشكل تهديدا حقيقي لأمن واستقرار المحافظة والمواطنين. هذا وكان مركز الإعلام الأمني قد أعلن اليوم مقتل 3 مدنيين وإصابة 20 آخرين كحصيلة نهائية لتفجير القيارة جنوبي الموصل. وقال مركز الإعلام في بيان إن حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة في سوق القيارة بمدينة الموصل انتهى بمقتل 3 مدنيين و20 مصابا. وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق داخل سوق داخل سوق في ناحية القيارة. وأمنيا أيضا، أفاد مصدر أمني باستهداف منزل مسؤول محلي بقضاء العامرية بدراجة مفخخة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح. وقال المصدر إن الانتحاري كان يقود دراجة هوائية بالقرب من منزل عضو المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود أو الصمود صباح العبد الله. ويشار إلى أن محافظة الأنبار تشهد استقرارا أمنيا نسبيا منذ تحريرها من سيطرة داعش الإرهابي في عام 2016. قالت سكاي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية أنه تم العثور على أجزاء من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ونقل موقع سكاي نيوز عن مصادر لم يذكرها أن أجزاء من جثة خاشقجي وجدت في حديقة منزل القنصل السعودي محمد العتابي. وأضاف المصدر أن جثة خاشقجي مقطعة وتم تشويه وجهه. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تعثر على جثة الصحفي السعودي بعد، مؤكدا في ذات الوقت أن لدى أنقرة أدلة قوية على أن جريمة القتل عملية مخطط لها وليس الصدفة، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنع تركيا ولا الرأي العام العالمي.
بحث الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم مع وفد المجلس المدني لتحرير عفرين السياسية والإنسانية في عفرين وأحوال سكان المدينة والنازحين عنها وتهديدات القوى المختلفة التي تستهدف تغيير الأوضاع الديموغرافية في تلك المدينة، مستعرضين تفاصيل التجاوزات والخروقات التي ترتكب بحق الكرد في تلك المنطقة ومعاتبين المجتمع الدولي تجاه تجاهل الخروقات التي ترتكب بحق سكان وطبيعة عفرين. وقد عبر الرئيس بارزاني عن قلقه العميق حيال مستقبل غرب كردستان والأوضاع في عفرين، معلنا أن ما يحدث في عفرين امتداد لسلسلة الكوارث والمظالم المرتكبة بحق شعب كردستان. وفي جانب آخر قدم الوفد الضيف تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة فوز قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات برلمان كردستان، واصفا الفوز بأنه مفخرة ومبعث للأمل عند الجميع. كشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة اعتيادية يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيعرض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تشكيلته الوزارية للتصويت أمام البرلمان. وقال المصدر أن البرلمان لن يعقد يوم غد الأربعاء أو لن يعقد يوم غد الأربعاء جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية كما أشيع في وسائل الإعلام. وعزى المصدر سبب عدم طرح عبد المهدي كابينته الوزارية الأسبوع الجاري إلى استمرار الخلافات حول الوزارات الأمنية. ذكر الخبير السياسي هاشم الهاشمي في تدوينة له على الفيسبوك أن هناك انزعاجا نيابيا من الحلبوسي وعبد المهدي، لافتا إلى أن هناك لوبيات ضغط ب 126 نائبا تهدد بعزل رئيس البرلمان وتطالب رؤساء الكتل باستئزار النواب في حكومة عبد المهدي أو الذهاب إلى التصويت السري وإفشال كابينة عبد المهدي والسعي لعزل الحلبوسي. من جهته كشف النائب صائب خضر أن 120 نائبا وقعوا على طلب إجراء التصويت السري على الكابينة الوزارية الجديدة، مبينا أن التصويت السري حق مكفول قانونا وعلى البرلمان الذهاب بهذا الاتجاه. أكد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل أن تحالفه لن يعترض على أي شخصية في حكومة عبد المهدي كفؤة وتقدم الخدمات للشعب، مبينا أن الكابينة الوزارية لن تقدم كاملة حيث أن وزارة الدفاع لم تحسم بعد بسبب خلافات السنة فيما بينهم حول مرشحها. هذا وقال خزعل في تصريح أن الكابينة الوزارية لم تكتمل إلى يومنا هذا ولا زالت المباحثات تجري لانتقاء الوزراء بحيث لا يكون من المشاركين في العملية السياسية السابقة ولا من البرلمان الحالي. وأضاف أن سائرون لن يصوت لأي وزير يشك في نزاهته أو كفاءته في إدارة وزارته. عقد مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كردستان برئاسة الدكتور ديندرزي باري اجتماعا موسعا بخصوص الأعمال والخطوات العملية التي خطتها حكومة الإقليم في العديد من المواضيع، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب والتطور القائم في نظام الحكم والحفاظ على حقوق الإنسان. وحضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي المكونات والمنظمات العالمية المعنية بالمواضيع المذكورة. استقبلت غرفة التجارة والصناعة في أربيل وفدا تجاريا أمريكيا بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين شركات القطاع الخاص في إقليم كردستان والشركات الأمريكية والبحث في تطوير فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية. في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين شركات القطاع الخاص في إقليم كردستان والشركات الأمريكية، استقبلت غرفة التجارة والصناعة في الإقليم وفد تجاري أمريكي برعاية القنصلية الأمريكية وغرفة التجارة في أربيل. احنا بغرفة التجارة مضيفين وفد من جمعية الصداقة الكردستانية الأمريكية اللي مشرفين بزيارة للكردستان، زيارة اعتيادية بين وبين يزورون لغرض توسيع علاقات الصداقة والتعاون التجاري وعلى مختلف الأصعدة بين
خلينا نقول شركات ومنظمات أمريكية وأقليم كردستان. احنا بهذا المساق قمنا بهذا الاستقبال هنا اليوم بالتعاون مع القنصلية الأمريكية في أقليم في أربيل لغرض زيادة الأطر الصداقة والعلاقات بين أقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية. ملتقى جمع عدد كبير من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال في أقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية للبحث في سبل تطوير العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية في الأقليم. ممكن الاستفادة من الخبرات والتجارب من الشركات الأمريكية في عملية تطوير الاقتصاد في أقليم كردستان وأيضا تفعيل عجلة الاقتصاد. وأقليم كردستان طبعا جزء من العراق، ونعتبر أن السوق العراقي سوق واعد وسوق كبير، ولهذا نطمح من الشركات الأمريكية أن تفكر في كيف التعامل مع السوق العراقي ابتداء من أقليم كردستان، وأيضا تشجيعهم على العمل في المناطق التي دمرت من قبل داعش في محافظة نينوى والأنبار والتكريت، وكردستان قريبة من هذه المحافظات، وممكن الاستفادة من موقع كردستان بإنشاء شركاتهم وقواعدهم التجارية في المشاركة في عملية تطوير وإعادة بناء هذه المناطق. أقليم كردستان عد هذا الملتقى فرصة مهمة لتشجيع رجال الأعمال والتجار من الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار ليس فقط في أقليم كردستان، بل لمناقشة إعادة بناء المناطق المتضررة جراء سيطرة داعش. ليزا جروس، الفضائية، سليل عصام، أربيل. نظمت نقابة فناني كردستان فرع أربيل مهرجان أربيل الأول للفنون الشعبية بمشاركة عدة فرق للفنون الشعبية التي قدمت عروضها ولمدة يومين في بركشير في قلب مدينة أربيل. بارك شار في قلب مدينة أربيل كان مسرحاً لمهرجان أربيل الأول للفنون الشعبية والذي تنظمه نقابة فناني كردستان فرع أربيل. المهرجان الذي استمر ليومين شاركت فيه عدة فرق للفنون الشعبية. شارك بالمهرجان ما عدا الفرق الكردستانية بغداد، فرقة من بغداد، فرقة الوطنية، وفرقة من بصرة يشاركون بالمهرجان. وإن شاء الله بالسنوات القادمة عندنا أمل أنه يكون مهرجانا دوليا بحيث نقدر ندعو فرق من الدول المجاورة أو من أوروبا، لأنه الفن الفنون الشعبية من الفنون الراقية يعبر عن الفولكلور والتراث الموجودة بالبلد. طبعا مهرجان الفنون الشعبية في أربيل حقيقة أنا أعتبرها مشاركة مهمة جدا للتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد القوميات والأقليات في العراق. حقيقة نحن سعداء بهذه المشاركة، وقدمنا لوحات تراثية فلكلورية من بغداد ومن غرب العراق، وأنا أشوف اليوم يعني الشعب العراقي بكل قومياته وأقلياته حاضر اليوم ليشاهد هذه الثقافات الجميلة من تراث وفلكلور عراقي أصيل. كنت أتمنى على حكومة بغداد وباقي الحكومات والمحافظات في جميع العراق أن يحذون حذو كردستان أن يعملوا مثل هكذا مهرجانات مفرحة وسعيدة للشعوب. ثمان فرق شعبية جاءت من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، إضافة إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية في بغداد وفرقة الخشاب البصرية. طبعا احنا سعداء بأن نشارك في مهرجان هاولير، واستقبالهم كان جميل جدا وبحفاوة عظيمة. كان شفنا مهرجان كتير حلو، وعلى مود هاي أول مرة تعملون هاي المهرجان لأول مرة بالأربيل. هاي مهرجانات كتير ضروري للفنون الشعبيات للفرقات. والله احنا طبعا سعداء، هذا أول دورة للمهرجان مال الأربيل، سعداء جدا لأنه هذا تعرف يقوي الثقافة بين خاصة بالعراق، يعني يعتبرها مسوحات إلا خاصة الفرقة الفنون الشعبية. بارك شار يعرف عنه كملتقى للعديد ممن يزور أربيل، ساعة
سواء من كردستان أو القادمين من خارج الإقليم. جمهور كبير تابع فعاليات المهرجان في الهواء الطلق. مشاركة حلوة، كلش حلوة الحمد لله، وفرحنا من شفنا هيك أجواء حلوة، يعني كلش حلوة، يعني ماكو بغير مكان هيك شغلات حلوة يعني، بس بأربيل يعني أكثر شيء نشوفه هنا حلو، يعني جو حلو، ناس مثقفة ما شاء الله وأمين، الناس ما شاء الله كلهم طيبين، أمان الله يديم عليك من الأمان إن شاء الله. أنا طبعا من لمباراني وساكن بسليمانية. يأمل المنظمون أن يصار إلى اعتماد هذا المهرجان كتقليد سنوي بهدف الارتقاء بالفنون الشعبية، إضافة إلى توجيه دعوات لفرق من خارج العراق للمشاركة في دوراته القادمة. ضياء الحمداني، زاغروس تي في، أربيل. أكد عضو مجلس محافظة البصرة شداد الفارس أن الملوحة ستعود إلى مياه البصرة حتى لو تم دفع اللسان الملحي بمياه الأمطار، مبينا أن حل أزمة ملوحة مياه البصرة مرهون بإنشاء سد للحفاظ على المياه وخاصة في موسم الأمطار. وأضاف الفارس أن الأمطار لا تسهم في ليلة وضحاها بدفع اللسان الملحي، لكن بالتأكيد ستساهم بدفع جزء من هذا اللسان وترفع منسوب مياه شط العرب، إلا أنه لا يكفي لمعالجة الأزمة. مستمرة نشرتنا مشاهدينا بعد هذه الوقفة والأخبار الاقتصادية. ومن جديد وبأبرز العناوين، شركات أمريكية في أربيل بهدف استثمارات أوسع، العراق سيخسر 40% من منتوجه المحلي بسبب الخطة الزراعية الجديدة، والليرة التركية تتراجع 3% بفعل التطورات السياسية. تحتل أشجار الجوز مساحات شاسعة من أراضي قرية فقيان في رواندوز، وتعطي سنوياً عشرات الأطنان من ثمار الجوز المتميزة بنكهتها اللذيذة. تفاصيل أكثر في تقرير ريبر عبد الغفار. متجهاً صوب الحقول المزروعة بالجوز، ينادي العائلة التي حان دورها ليقطف لهم ثمارهم من الجوز في موسم جنيه. هوغر هوغر، يا جماعة هيا لنذهب إلى العمل، فالوقت متأخر. يتسلق إسماعيل شجرة الجوز بهدوء ليبدأ قطف ثمر الجوز عن طريق ضرب أغصانها بالعصا الخشبية التي تسمى بتولي. ورثت مهنة قطف ثمار الجوز من آبائي وأجدادي. عندما يحل موسم جني الجوز أبدأ بقطف ثمار الجوز كل يوم لعائلة بالتناوب، وموسم جني الجوز يبدأ من منتصف شهر أيلول ويستمر حتى أواخر شهر التشرين الأول. اجتمعت عائلة مخلص تحت أشجار الجوز لالتقاط حبات الجوز المبعثرة على الأرض نتيجة ضرب الثمار بالعصا الخشبية من قبل إسماعيل. عندما تنفلق قشرة الجوز نبدأ بقطف ثمار الجوز، ومن الصباح الباكر نذهب إلى المزارع المزروعة بالجوز، حيث يقوم قاطف الجوز أي شخص الذي يسمى بتشولوشين بضرب أغصان الشجرة وقطف الجوز، ونحن نقوم بجمع الحبات المتساقطة على الأرض ونزيل قشرتها، وبعد عملية التقشير نضع ثمارنا في السلال والأوعية البلاستيكية ونأخذها للبيت. علاقة حب ووفاء تربط أهالي قرية فقيان بأشجار الجوز المعمرة هذه التي يبلغ عمرها عشرات السنوات، والتي احتلت مساحة شاسعة من الأراضي من بين الأشجار المثمرة في القرية، وتعطي سنويا عشرات الأطنان من ثمار الجوز المتميزة بنكهتها اللذيذة ورائحتها الزكية والتي لا تضاهي جودتها ثمار الجوز المستوردة. أشجار الجوز هذه زرعها آباؤنا وأجدادنا، ونحن اليوم نحصد ثمارها، إذ يصل عمر البعض منها إلى 200 عام، وتنتشر في معظم أراضي قرية فقيان نظرا لتوافر المناخ الملائم لزراعتها ونموها، وتدر علينا خيرات كبيرة.
أهالي قرية فقيان يستقبلون السياح هنا في هذا المكان السياحي في فصل الصيف، وينتظرون بشوق موسم جني الجوز والرمان، فالزراعة والسياحة أصبحتا مصدر رزق لأهالي هذه القرية. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، قرية فقيان، رواندس. زار أربيل مندوبون عن عدد من الشركات الأمريكية للقاء برجال الأعمال الكرد بهدف الاستثمار في مختلف المجالات في إقليم كردستان. وجمعت غرفة التجارة والصناعة في إقليم كردستان والقنصلية الأمريكية العامة في إقليم كردستان يوم الاثنين بين المستثمرين الأمريكيين والكرد في أربيل لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة. وقال القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف فاجن في كلمة ألقاها إن هذا الحدث يدل على تعميق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان وتجديد الاهتمام بالتجارة والاستثمار هنا. رأى النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي الثلاثاء أن الخطة الزراعية الجديدة ستجعل العراق يخسر ما نسبته 40% من المنتوج المحلي، وترفع نسبة البطالة وتساهم في رفع كمية الاستيراد واستنزاف العملات الصعبة. وأضاف التميمي إن الخطة المطبقة سيكون لها تأثيرات أيضا على الأيدي العاملة، حيث سترتفع بنسبة البطالة بشكل كبير، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف والهجرة من الريف إلى المدينة، لافتا إلى أن التخفيض سيؤثر سلبا على كمية إنتاج الرز والشعير، إضافة إلى عدد من المحاصيل والخضار المحلية، ويرفع نسبة الاعتماد على المستورد. أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن وصول ماكينة تعبئة جبن شيدر، مبينة أن الطاقة الإنتاجية للماكينة تبلغ 4800 علبة في الساعة. وأضاف البيان أن الماكينة تعمل بطاقة إنتاجية 4800 علبة في الساعة، وأن نظام العمل فيها ذاتيا في تشكيل إقداح التعبئة باستخدام مادة البوليسترين، مشيرا إلى أن الماكينة تعمل بعدة أنظمة منها التنسيق الكهربائي المبرمج وفق منظومة BLC والغسل الذاتي CIP ونظام حماية UPS لبرنامج الماكينة وأجزائها لتلافي الأضرار الناتجة جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. تراجعت عملة تركيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجهة لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر بفعل التطورات السياسية في البلاد. ويأتي الهبوط في قيمة الليرة بعد أن أعلن زعيم حزب الحركة القومية أنه سينهي التحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 آذار من 2019. وسجلت العملة التركية 5.8 ليرة لكل دولار في وقت مبكر من التعاملات بانخفاض يزيد عن 3% مقابل الورقة الخضراء. وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 2.1% لتسجل 5.7 ليرة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية، ونعود إلى استديو الأخبار. أهلا بكم من جديد. طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات السعودية بمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. وقال أردوغان أنه لا يشك في نزاهة الملك السعودي، ولكن إلقاء اللوم على بعض عناصر الاستخبارات لن يرضي تركيا ولا المجتمع الدولي. وتابع أردوغان بأنه لا يمكن كتم الموضوع أو إغلاق هذا الملف دون الإجابات على كل الأسئلة لدينا، متسائلا من هو المتعاون المحلي الذي تتكلم عنه السلطات السعودية، ولماذا لم يتم الكشف عن مكان الجثة حتى الآن.
وأوضح أردوغان بأننا نريد إجابات على سؤال من أعطى التعليمات لفريق القتل السعودي، مبينا أن هذه الجريمة لم تكن عفوية وكان مخططا لها بشكل كبير. قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن السعودية ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مشددا على أنه سيقبض على كل المسؤولين عن الحادث. وشدد الجبير في مؤتمر صحفي بأندونيسيا على أنه ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار جريمة خاشقجي، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب به السعودية والعديد من الدول العربية والغربية كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي سيكشف فيها تفاصيل اغتيال خاشقجي بقنصلية المملكة باسطنبول عقب دخوله لإصدار بعض الأوراق الرسمية. أعلنت الحكومة الكندية عن مناقشة إمكانية تجميد صفقة أسلحة للسعودية، وذلك على خلفية مقتل الصحفي والمعارض جمال خاشقجي. وقالت رئاسة الوزراء الكندية في بيان صحفي إن اجتماعا خاصا عقد أمس الاثنين لمناقشة تجميد صفقة أسلحة للسعودية. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد في تصريحات صحفية أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة مع الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. طالب سيناتور عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ديك دوربين بطرد السفير السعودي خالد بن سلمان من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تورط الرياض بقتل الصحفي والمعارض جمال خاشقجي. وقال دوربين في تصريحات صحفية أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول. وطلب دوربين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد السفير السعودي من واشنطن. بمناسبة شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، قامت شبكة نساء كردستان وبالتعاون مع جامعة السليمانية ومستشفى هيوا للأمراض السرطانية ندوة توعوية حول المرض. نحن نقوم في شهر أكتوبر من كل عام بحملات توعية من خطورة مرض السرطان الثدي. هذه الندوات التي نقوم بها لها أهمية كبيرة لتعريف النساء بطبيعة المرض وكيفية الفحص المبكر له والإجابة عن أسئلة النساء في هذا المجال، والتركيز على ضرورة معرفة الأعراض الجانبية وإجراء الفحص المنزلي في سن 20 والفحص الطبي الإشعاعي في سن 40. هدفنا بالدرجة الأولى هو توعية المجتمع في كافة المجالات، واليوم الذي يوافق شهر التوعية من مرض السرطان الثدي نسلط الضوء عليه ونشرح لطلاب جامعة السليمانية مدى أهمية الفحص المبكر للمرض وتعليم النساء التحلي بالشجاعة لمواجهة المرض. للأسف هذا المرض يستهدف نساءنا في كردستان، وكما هو معروف الفحص المبكر للسرطان يزيد احتمال فرص العلاج بشكل كبير. هذه الندوات الحوارية تفتح المجال أمام النساء لحثهم على الفحص المبكر والتعامل مع السرطان كأي مرض آخر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الإيرانية عززت تواجدها غرب نهر الفرات في سوريا، لافتا إلى بروز وجودها في مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا قرب الحدود مع العراق. وقال المرصد أن انتشار الميليشيات الإيرانية لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما يشمل جوانب أخرى بهدف الابتعاد عن المراقبة الإقليمية والدولية. وتعمد إيران وميليشياتها المتواجدة على الأراضي السورية والتي تمتلك آلاف العناصر المنتشرة في عدة مناطق لتوسعة انتشارها ليمتد إلى جوانب أخرى كالجوانب الاجتماعية والتجارية. دشن الرئيس الصيني شي جين بينغ وبحضور كبار المسؤولين من هونغ كونغ وماكاو أطول جسر بحري بالعالم في مراسم رسمية بمدينة تشوهاي التي يصل فيها الجسر إلى اليابسة في البر الرئيسي.
وتم إطلاق الألعاب النارية وعرضها على شاشة أو عرضها على شاشة خلف الرئيس الصيني في الحفل الذي أقيم اليوم. ويقع الجسر في مصب نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد، وبدأ تشييده نهاية عام 2009، ويبلغ طول الجسر 55 كيلومترا، وتكلف بناء الجسر 20 مليار دولار أمريكي، في حين تبلغ تكلفة الرحلة ذهابا وإيابا فوق الجسر من 8 إلى 10 دولارات للرحلة الواحدة. أقام قسم الصناعات الغذائية في كلية الزراعة بجامعة صلاح الدين مهرجانا غذائيا في أربيل احتفاء بيوم الغذاء العالمي لتشجيع الصناعات الغذائية المحلية في إقليم كردستان. احتفاء بيوم الغذاء العالمي، أقام قسم الصناعات الغذائية في كلية الزراعة بجامعة صلاح الدين عرض من خلاله منتجات غذائية محلية الصنع كالألبان والعديد من الأكلات والحلويات الشعبية المتنوعة. اليوم في قسم الصناعة الغذائية في كلية الزراعة فتحت معرض الصناعات الغذائية المحلية. لما نتفرج على المعرض نرى هذه الأكلات الشعبية والصناعات الشعبية تجسد روح الكردستاني والصناعة الكردستانية والعمل الكردستاني داخل البيت وخارج البيت، لأنه هناك بعض الأكلات منزلية وبعض الأكلات تباع في الأسواق. قمنا بإنتاج وتصنيع مختلف المنتجات الغذائية من منتجات الألبان المختلفة مثل الجبن بأنواعه المختلفة واللبن والدو الشنينة بالعربي الشنينة أو ماست أو والزبدة وأنواع مختلفة من الطرشي. المهرجان يهدف إلى إنشاء مشاريع لمعامل صغيرة في المستقبل لتشجيع الصناعات الغذائية المحلية في إقليم كردستان. طلبة والأساتذة أرادوا أن يهتموا بهذا الموضوع وقاموا بصنع عدد كبير من الأغذية من الحليب اللي ينتج في كليتهم في قسم الصناعة في قسم الثروة الحيوانية، وكذلك محاولة عمل شيء يكون مفيد لهم في المستقبل بصنع معامل صغيرة بصناعة الأغذية، حيث نعرف جميعا بأن صناعة الأغذية مهمة جدا ولها تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي وأمن البلد. يذكر بأن حكومة إقليم كردستان تتابع باستمرار وعبر أجهزة السيطرة النوعية ما يعرض بأسواق المنتجات الغذائية وتصادر المنتجات المنتهية الصلاحية منها. أكلات وحلويات شعبية وكردية متنوعة أعدت اليوم للاحتفاء بيوم الغذاء العالمي من خلال مهرجان غذائي في مدينة أربيل. لزاكروس الفضائي سليل عصام، أربيل. عادت مطارق سوق الحدادين من جديد في مركز مدينة الموصل لتعلن عن عودة حداديه. التفاصيل في هذا التقرير. وسط ذلك الخراب والدمار الذي يتسيد الموقف ما أن تجتاز الجسر الحديدي العتيق في الموصل، جذبتنا أصوات نتذكرها تماما وقلنا هل ما نسمعه حقيقي أم أن تأثير التعب والازدحام قد نال منا وأصوات طرق الحديد هذه مجرد وهم. هذا سوق الحدادين بالموصل بجسر العتيق، العالم عتعمر محلاتها، عمرتها هي من جيبها الخاص، لا صندرت حكومه ولا صندرت اي شيء. حدادي مفتوح كامل، وسوق البريمزال موجود كم محل فتح بينه، اكو جماعه فاتحين جو الصابون، يعني لسه فاتحين 20%، انا غير فتح 70% 50%، تعيد حياه الموصل. دخلنا سوق الحدادين حيث مصدر الاصوات، فارتسمت البسمه على وجوهنا. نعم انهم قد عادوا وما كنا نسمعه حقيقي. بنوا محلاتهم وافتتحوها بعزيمة صلبة كالحديد، لم يتلقوا أي دعم حكومي ولم يعوضوا عن الأضرار التي لحقت بهم. منة الحدادة مستورثيها يعني من زمان أبا عجد، فإحنا السوق تقريبا أكثرهم يعني مستورثيها أبا عجد،
وهاي الشغله عندنا هنا سوق الحدادين معانا دائما النجارين، يعني دائما الحداد والنجار يعني حلقه متواصله واحده بالله، يعني شيء كم شيء. فهذا السوق قديم يعني في الكلون. ان شاء الله يعيد نشاط البلد وبجهود اهله وبجهود ابناء الموصل الطيبين الخيرين ترجع الموصل وترجع نشاطها وترجع على هيبتها مثل ما كانت، لان ما يبني البلد الا اهله. انبنى السوق سنه 1317 مع جامع الاغوات. فنحن المهنه النجاره ومهنه الحدادين، الحدادين يحتاجون النجار والنجار يحتاج الحدادين، فنحن استورثناها عن ابهاتنا واجدادنا. فاني صار لي تقريبا 5 اجيال بهذا السوق، تقريبا صار لنا 300 سنه توارثناها عن ابهاتنا واجدادنا. هذا شيخ مسن، اول من افتتح محله واعلن مع اول طرقه عن عودة الحياة إلى أقدم أسواق المدينة، ليلتحق خلفه ركب الحدادين ويباشروا أعمالهم التي توقفت لأكثر من عامين. هسه نريد حتى العالم يعني يصير حب الاستطلاع والهذا حتى يشوفونا احنا صب وصلنا. ونريد مساعدتنا بالنسبة للبنقلة للسوق. ايه. رجع تقريبا 3/4 وظل شيء قليل 2/3. على أصوات طرق الحديد كان يستيقظ هذا السوق منذ الصباح وحتى المغيب، يغني بأعلى صوته أنشودة الحياة أخرسته الحرب لأكثر من سنتين، وهو اليوم يعود وينادي بأعلى صوته: ها نحن قد عدنا. محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل. تعود المطربة اللبنانية مجد الرومي للغناء في دار الأوبرا المصرية بعد غياب نحو 15 عاماً من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي ينطلق في دورته 27 الشهر المقبل. والمهرجان الذي تأسس في عام 1992 هو الأقدم عربيا الذي يتخصص في إحياء التراث الموسيقي ويهتم بتقديم المواهب الجديدة في العزف والغناء ويجذب أعذب الأصوات من داخل مصر وخارجها. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا حبي، خبرني يا حبي. ونهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: مجلس نينوى يكشف عن معلومات جديدة عن تفجير القيارة الذي راح ضحيته 23 شخصا بين قتيل وجريح. ونقلا عن سكاي نيوز، العثور على أجزاء من جثة خاشقجي بمنزل القنصل السعودي في تركيا. الرئيس بارزاني يبحث مع وفد المجلس المدني لتحرير عفرين تهديدات تغيير الأوضاع الديموغرافية في المدينة. خبير سياسي يكشف عن مساعي برلمانية لعزل الحلبوسي وإفشال حكومة عبد المهدي. وأربيل تستضيف ملتقى لتطوير العلاقات التجارية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة. ختام النشرة، شكرا لمتابعتكم، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الانترنت زاغروس نيوز .net. دمتم بخير.